مشاهدي قناة الصحة والجمال. النهاردة حلقة جديدة من برنامج بيت أميرة، ويا رب دايما أكون عند حسن ظن حضراتكم. معاكم معدة البرنامج أميرة شعلان، والنهاردة حلقة جديدة ويا رب دايما أكون عند حسن ظن حضراتكم. إن شاء الله معانا شيف منورانا وهتمتعنا بأكلاتها الجميلة، وإن شاء الله بإذن الله هتحبوها، لأن بجد تحس إن هي محبوبة. مش هطول كتير لان عايزين نعرف مين هي. اكيد معانا الشيف نجلاء موسى. الشيف نجلاء موسى اللي بجد محبوبه جدا، تحس ان اكلها بسيط وتحس ان برضك تايهه برضك عماله مستعجله عشان الوقت. ازيك يا شيف؟ اهم حاجه تسلمي، ربنا يخليك يا رب. عامله ايه؟ تمام الحمد لله. والله الحمد لله. ايه اخبار اكلنا النهارده؟ تمام زي الفل. شايفه الريحه ما شاء الله جميله من حالا. لسه ربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله تبقى حلقه جميله باذن الله. ان شاء الله مع بعض وصفات سهله كده وخفيفه. ايوه عشان البنات برضو كده، عشان البنات اللي في سن بنتي اهم حاجه. طبعا. ومعانا طبعا دنيا، دنيا الجوهري. ازيك يا دنيا؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ وحشاني كمان. منورين دايما والله. تسلمي. معانا بقى اسئله تخص المطبخ وتخص كل واحده في البيت، نفسها ان هي تعمل حاجه، وصفه جديده، وصفه سهله، وصفه حلوه، من ناحيه برضو ان هي اطفال ومن ناحيه كبار، لذيذه كده ومرحه. ومعانا اول سؤال، ان عايزه اتعرف برضو ان الطبخ ده نفس ولا الطبخ ده ممارسه؟ التنين. ولا الاثنين؟ الاثنين. هو الاثنين يعني. اول حاجه ممارسه، وطبعا هو النفس ده اهم حاجه، لكن طبعا في ناس كتير بتطبخ بس ما بيكونش في نفس. ما انا بقول على كده. لازم الاثنين. تمام. ازيك يا دنيا تاني؟ ازي حضرتك؟ انا سمعت بقى ان انت مغنيه، ومغنيه جامده قوي كمان. لو المايك اهوت تجولي كده برضك، امسكي المايك وسمعينا حاجه حلوه يعني، عقبال ما ماما بقى تشوف حاجتها وكده. احنا ان شاء الله هنعمل النهارده بقى ايه يا شيف يعني؟ اول حاجه انا اقول المقادير، اقول المكونات يعني. تمام. هقول المكونات وانا بشتغل عشان الوقت. تمام. احنا هنعمل مع بعض صنف حلو قوي، ده على فكره حصريا ده بتاعي انا بس ما شفتوش يعني. قبل كده هنعمل مهلبيه البنجر. يا سلام. البنجر يعني. طبعا البنجر طبعا حاجه مفيده جدا، وكلنا يعني ايه بنحب ان احنا، وحاجه صحيه يعني، نغذي اولادنا اهو. انا جبت كده بنجر وقشرته، وهسلقه بقى كده في شويه ميه. تمام. ياخد بس غلوتين وهنكمل مع بعض. طبعا هو بنجر عباره عن بنجر ونشا وسكر وفانيليا. تمام. بس وهكمل معاكي الوصفه، وهنعمل مع بعض الرز الريزو بتاع الكنتاكي. تمام. وهنعمل فراخ كنتاكي المقرمشه، وهنعمل سلطه الكورسلو. تمام. هنبدا بقى هنا معانا، هنحط اول حاجه ميه كده على النار تغلي. الميه دي لايه بالظبط؟ للرز؟ الميه دي للرز. تمام. الرز عباره عن هو رز ومكعبات فراخ. الكاميرا بتاعتي دي. تمام. هو رز ومكعبات فراخ وتوم وبصل ناعم و قولي يا دنيا ماما نسيت وشوربه الدجاج. تمام. شوربه الدجاج وطبعا الزبده. تمام. وايه تاني؟ وهنحط كاتشب، وهنحط صوص صويا صوص وصوص الباربيكيو والملح طبعا، والبهارات بقى معانا طبعا، ملح وملح وكركم. تمام. هنحط اول حاجه ايه؟ هنحط الفراخ، صدور الفراخ المتقطعه قطع. هنحطها في الميه اللي بتغلي. تمام. هتغلي بس غلوه معايا وهكمل معاكي. تمام. كويس. تمام. جدا. تمام. واحنا شغالين بقى وبنعمل الرز، هنعمل حاجه كمان عشان الوقت يعني بتاع ال، ما سمعتناش برضك حاجه يا دنيا برضك، سمعينا حاجه بسيطه كده علشان تشجعي ماما يعني. يلا يا دنيا. حبي اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبل ما الحب، حبي اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبل ما عن الحب، لما تتكلم علي، لما تتكلم علي، حبي 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 اللي انت جاي تقول عليه،
فين الحب فين؟ ظلمه ليه دايما معاك؟ انت فين الحب فين؟ ظلمه ليه دايما معاك؟ ليه بتتجنى كده الحب ليه؟ ليه بتتجنى كده الحب ليه؟ ليه بتتجنى كده كده الحب ليه؟ انت عارف قبل معنى الحب ايه؟ حب ايه؟ حب ايه؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ برافو 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 بجد، يعني شجعتي ماما حتى تعمل الاكله بايه. اغنيتي المفضله دنيا بتغنيها لي دايما. ربنا يخليها لك دايما يا رب. ومعايا سؤال برضك، ان احنا دلوقتي انا بعد اذن حضرتك انا بس عايزه اقول انا هنا حطيت ايه. انا هنا حطيت يا جماعه حطيت بيض، ماشي، حطيت البيض وحطيت كوبيبه صين وحطيت ملح وحطيت توم باودر وبصل باودر وحطيت تخلطيه كله مع بعض. ايوه، وهقلبه كده كله في بعضه، وهحط كمان بصله ناعمه جدا، لو مش ناعمه جدا ما احطهاش، احط مفرومه جدا، لو مش مفرومه وناعمه جدا مش هحطها، او احط ميه بصل وبس اهو. تمام. هزود هنا للرز البصل بتاعنا الناعم، تمام، وهحط توم. فين التوم؟ اهو، حاجه بسيطه برده، احط حاجه بسيطه خالص بس عشان بالطعم بس. وهحط برده في الرز توم، تمام، وهحط بقى في الرز كمان شوربه الدجاج. شوربه الدجاج يا جماعه، الرز بيحتاج شوربه دجاج كتير، الرز ده بيحتاج شوربه دجاج كتير. انا عامله كيلو رز مثلا، عاوز له مثلا بتاع 13 مكعب مرق الدجاج. ما تستغربوش، هي دي الوصفه الاصليه للرز الريزو. هي دي يا جماعه الوصفه الاصليه للرز الريزو. هنحط معانا شوربه الدجاج اهي اللي احنا قلنا عليها. طب معانا اتصال برضك لحضرتك، حبايب كتير وعايزين يتصلوا. تمام، وهنحط الزبده. اميره معانا. اميره، ايوه اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منورين كيك انت الثلاثه، والاغنيه جميله. ربنا يخليك يا رب. تسلمي. تسلمي. وصوتها جميل جدا. ربنا يخليك يا رب. مين بقى نتعرف بحضرتك؟ مين معانا؟ هو في سؤال للشفا كده. مين؟ هو اميره. بنعمل الشربات بتاع العشب بتسكر. ايوه، الشربات بيسكر منك. ايه الشربات بيسكر منك؟ عايزه المضغ. خلاص تمام، سؤال حضرتك حالا الشيفه هترد عليه. شكرا لحضرتك وشكرا لاتصالك. الشربات بيسكر منك عشان بتزودي السوى عليه، وكمان ما بتحطلوش عصره ليمون من البدايه، تحطوا له عصره ليمون. الشربات يا جماعه بيغلي على النار 7-8 دقائق بس مش اكتر. لو زودتي عليه النار اكتر من كده هو هيسكر منك، لانه زاد عليه النار فزاد السوى يعني. فهيسكر منك طبيعي. تمام. حطيتي ايه بقى؟ الدقيق. حطيت بقى الدقيق على كل المكونات بتاعه الفراخ المقرمشه. تمام، حاضر. تمام، وحطيت بقى هنا الزبده، وحطيت البصل والثوم وطبعا قطع الفراخ المكعبات. أيوة تمام. بس هديها غلوه بس، حاجه بسيطه يعني. غلوه، وبعدين هنحط بقى الرز وهنحط البهارات بتاعتها. خلاص تمام. طب ازاي يعني اشجع اولادي واطفالي ان هم ياكلوا حاجه يعني صحيه ومفيده؟ اكثريه الاوقات بقى بيحبوا ايه؟ الحاجات اللي بره وكده. انا هتكلم على الوصفه حتى اللي انا عاملاها النهارده. انت لو جبتي بنجر وجيتي اكلتيه لحد كبير مش طفل كمان، مش هيوافق على فكره. مش هيحبه. لكن البنجر ممكن ندخله في حاجات كتير. عندنا البنجر الكبير ده اللي هو السكري، مش البلدي بتاع المخلل. البنجر الكبير ده انت ممكن تدخليه في حاجات كتير، ممكن يتشوي ويتاكل. هو مسكر على فكره. هو عايز اقول لك هو مسكر اكتر من التفاح الامريكاني، مش هتصدقي دي. بقيت وانا بقطعه وعماله باكل منه. تمام، هو مسكر جدا. انا حطيت الخلطه وهحطها بقى على الفراخ اهي. طبعا يفضل ان انت تسيبيها شويه، تنقعيها لو ليله او كام ساعه كده. كل ما بتتنقع معاكي كل ما بتبقى طبعا بتدي طعم جميل. تمام. ده بالنسبه للبنجر. البنجر بقى بتدخليه في حاجات كتيره قوي. البنجر بيخش في العصير، دخليه بقى اعملي كوكتيل كده فراوله. بس انت عامل لنا برضك حاجه غريبه من انا هكلمك نجلاء. هكلمك عنها. البنجر تدخليه بقى في، تحطيه مثلا في عصير فراوله مع عصير رمان. تمام.
بيتشرب كده، انت كده غيرت طعمه خالص. الفراوله هتطغي عليه والرمان، فعملتي كوكتيل جميل جدا وكده هيبقى في منتهى الجمال، وكده كده اطفالك هتحب ان هي ايه تاكلها او بالظبط كده. ايوه تمام. تعمليه مهلبيه ما بياخدش اي حاجه خالص، يا دوبك نشا وسكر. والفانيليا بقى هتغير كمان طعمه وهتخليه في حته تانية، اللي هو ايه الطفل مش هيبقى فاهم اساسا ان ده بنجر. الفكره بقى في المهلبيه كمان ان هو شكلها حلو يعني لونه احمر. ايوه لونه احمر. والطفل بقى هيبقى مبسوط قوي بلونه ان هو بياكل حاجه حمراء. ممكن تعملي ميكس كده ما بين المهلبيه وما بين البنجر، ميكس مع بعضه، هبقى اعمله مره، انا عاملاه عندي في الحلقه على اليوتيوب، ممكن تعمليه برضو. هيبقى طعمه جميل جدا وفي منتهى الجمال. الريحة جميلة من حالا، صدقوني يا جماعة والله الريحة جميلة وممتعة كده. احنا هناكل النهاردة، عايزين نحط الرز بقى عشان يلحق يستوي معانا. ومعانا اتصال تاني، معانا اتصال من الأستاذ أحمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد دلال موسى أخو الشيف. أهلا أهلا يا أبو يوسف، يا أهلا وسهلا حبيبك كتير والله يا شيف. يا أهلا وسهلا، ازيك يا حبيبي عامل ايه وازاي ولادك؟ صباح الشيف والله بقول لها الله ينور عليك يعني. صباح الفل عليك يا حبيبي، صباح الخير. صباح الفل عليك، صباحك زي العسل ان شاء الله. كويسه وزي الفل والدنيا جميله ومنوره الشاشه والله. ربنا يبارك لك يا رب ويخلي لك اولادك وسلم لي على كل حبايبك يا رب. ربنا يخليكي لينا يا رب كده وتمتعينا باكلك وحاجاتك الجميله اللي بتعمليها. تسلم يا حبيبي، ربنا يخليك يا رب ويبارك لك. ربنا يديك الصحه جدا على اتصالك، ومتشكره قوي على صباحك زي العسل حقيقي والله، بدي روح جميله في الاتصال بجد فعلا صحيح. عايزه بقى نصايح منك للستات بقى علشان مطبخهم وعشان الجو ده، بس قبلها بقى تقولي لي انت عملت ايه. انا دلوقتي حطيت بقى الرز بتاعي اهو. تمام. وهحط الباربيك صوص الباربيكيو، وهحط كاتشب. تمام ماشي. وحطيت بقى البهارات بنسب معينه ولا زي ما تحبي يعني؟ بنسب معينه على حسب كميه الرز اللي انت حطاه. يعني كيلو مثلا هتحطي له مثلا ايه معلقتين، اربع معالق من ده واربع معالق من ده، بس انا يعني عشان بعمله وبتاع وايدي واخده عليه فما بتفرقش معايا ان انا ايه احط مقادير يعني مكونات بحط معينة. انا كده بالبركه عشان انا ايدي واخده عليه بس. هي البركه فعلا حلوه في كل حاجه دايما. معانا بقى كده الرز اهو. في ناس بتحب الكاتشب وفي ناس ما بتحبوش كمان يعني. حقيقي ده حقيقي، ده كمان اختياري مش اجباري. لو انا عملت اكله معينه وطلعت حادقه مني. سمعت ان في ممكن احط مثلا لبن، زبادي، الحاجات دي كلها، او السكر عشان يهدي الحدوقيه بتاعته مثلا. ده صح ولا لا؟ ثواني. نعم. لو الملح طلع كتير زياده في الاكل. تمام. لو الملح طلع زياده في الاكل ليه حل طبعا. ايه حله؟ ان انا بجيب بطاطسايه بقشرها وبحطها في الاكله دي. تمام. بحطها في الاكله دي فخلاص، ساعتها بقى البطاطسايه دي بتتشرب معايا. بطاطسايه يعني مش سكر والحاجات اللي انا سمعتها يعني؟ أنا لا لا الحقيقه لا، بطاطسايه بطاطسايه بقى بتتشرب معايا ايه الحادق بتاع الاكل يعني. طب انا بقى انا اكتر الاوقات الكيكه بتطلع مني بقى ايه يعني، تتلهف من تحت مثلا، إيه ما تطلعش هشه زي ما انا عايزاها. ايه بقى وصفات اللي هي الكيكه اللي تطلع مظبوطه جدا؟ هاتي الزيت يا دنيا. وصفات الكيكه المظبوطه عشان ما تتحرقش يعني منك، ما يعني برضك، وعشان الكيكه تكون هشه يعني مش واحده بس يعني، تكون الاثنين ماشي. في المقادير برضك يعني المقادير بتفرق. احنا ما حطيناش زيت في الرز، انا حطيتهوش شويه عشان نسينا نحط. تمام. وهنحط بقى زيت علشان يقدح عشان نحمر الفراخ بتاعتنا. طب احنا نقلب الفراخ شويه. انا هقلب، احط زيت بس معلش. انا لابس. تمام. الكيكه عشان تطلع ما تتحرقش منك في الفرن، طبعا كل فرن بيختلف عن التاني، بتحطي انت عاوزه تحطيها على درجه حراره مثلا 180. ممكن يكون فرنك درجه الحراره 180 دي حاميه جدا هتلهفها منك. فبتملي صينيه ميه وبتحطيها في على الصاجه في الفرن، وانت كده بتحطي طبيعي صينيه الكيكه بتحطيها على الرف الوسطاني، ما بتحطهاش يعني تحت. وعشان تطلع هشه بقى لازم تتضرب كويس، ويعني والدقيق تنخليه مرتين اتنين علشان يدخله هوا كويس. ممكن اقول حاجه بس قبل ما
نبدا. تمام. الفراخ يا جماعه طبعا انا غسلتها ونقعتها في ميه بملح، عملت لها محلول تقطيع معين ميه بملح ونقعتها في خل، عشان الخل ده بيخلي الانسجه يعني تستوي معايا اسرع في الزيت. تمام. لان الفراخ انا عاملاها نيه، مش مديها نص سليق ومش مديها صدمه على النار، انا عاملاها نيه. تمام. تمام. الخل بيسوي معايا بسرعه، والملح طبعا بيشيل الزفاره بتاعتها. انا نقعتها كده وغسلتها حلو واتقطعت. قطعي الفرخه زي ما انت عايزه على 7 على 8 لو هي كبيره معاكي مفيش مشكله. وبعد كده تجيبي السكينه بقى وتغزي الفرخه. تمام. حلوه قوي برضه كده. تغزي بقى اللحم بتاع الفرخه علشان الفرخه تستوي معاكي اسرع. تمام. هنا عندي دقيق المبهر، انا حطيت عليه تقريبا كل الحاجات اللي انا حطيتها هنا. الكبوب الصيني والثوم البودر والبصل البودر والفلفل الاسود، حطيت كل الحاجات دي. كان المفروض ان انا احط كمان سنه كركم، بس التوابل دي بتاعتي انا ما لقيتش فيها الكركم الاسود. تمام. الكركم قصدي الاسود ما لقيتش فيها الكركم. تمام. لكن هو كان المفروض احط فيها كركم خلاص. فانا دلوقتي انت في البيت حطي كركم يعني، بس انا كان المفروض احط كركم بس ما لقيتش. في ناس بقى بتحطيها في ميه ساقعه تاني وبعدين ترجع تحطها في الدقيق تاني. لا انا بصي انا حطيت هنا دقيق مع كل البهارات اهي اهي. طب احنا سمكه كده يعني مش خفيف. هتخلصي كل حاجه، بس هنطلع لفاصل ونرجع لك تاني. تمام. بالفيديوهات بتاعتك والصور اللي بجد جميله. تمام. فاصل يا جماعه ونواصل ان شاء الله. ثواني.